البرلمان اللبناني يبدأ اليوم جلسات منح الثقة للحكومة الجديدة. روسيا تعرب عن قلقها حول انتقال المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا. الرئيس الأمريكي ترامب يتوقع انتهاء خطر فيروس كورونا في إبريل القادم. الثانية صباحاً، 12 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أعلنت الكتلتان النيابيتان لطيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية حجب الثقة النيابية عن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. يأتي ذلك قبل ساعات من بدء جلسات منح الثقة للحكومة وبيانها الوزاري والتي سيعقدها البرلمان ابتداء من اليوم الثلاثاء. قتل 5 جنود أتراك في الهجوم الذي شنته القوات السورية على مركز مراقبة تركي شمالي البلاد. يأتي الهجوم السوري ردا على قصف القوات التركية وفصائل موالية لها مواقع الجيش السوري شرق إدلب، كما قصفت مواقع لقوات الجيش بريف حماة الغربي. يأتي هذا وتواصل تركيا انتهاكاتها للسيادة السورية من خلال إرسال تعزيزات عسكرية إلى نقاط المراقبة التي تنشرها في منطقة خفض التصعيد واستهداف المدنيين الأبرياء وتعريض حياتهم للخطر. أفادت وكالة بلومبرج بإرسال أنقرة المئات من الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة فضلا عن قوات خاصة إلى محافظة إدلب. كانت تركيا عززت من وجود قواتها بشكل كبير على الحدود السورية بعد مقتل جنود لها بإدلب في فبراير الماضي في انتهاك واضح للسيادة السورية. أعرب السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر إيفيموف عن قلق بلاده إزاء انتقال المسلحين من إدلب إلى مناطق أخرى في سوريا وإلى ليبيا. كانت وكالة أسوشيتد بريس كشفت أن تركيا جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس وأن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات إرهابية. واصلت بورصة قطر خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط بهبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك. يتزامن هذا التراجع مع بدء إفصاحات الشركات المدرجة في السوق عن نتائجها السنوية للعام الماضي 2019 وسط توقعات بتذبذبات قد تشهدها غالبية الشركات المدرجة خاصة في قطاعات الصناعة والعقارات. نددت فرنسا بمحاولة إيران الفاشلة وضع قمر صناعي في المدار واستخدامها تكنولوجيا باليستية مماثلة لتلك المستخدمة لحمل أسلحة نووية. ودعت الخارجية الفرنسية طهران إلى احترام تعهداتها الدولية وقرار مجلس الأمن بهذا الشأن. وسبق أن حذر الغرب من البرنامج الفضائي الإيراني واعتبر أن قيام طهران في يناير 2019 بإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا انتهاكا لقرار مجلس الأمن. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يختفي فيروس كورونا في إبريل بسبب الطقس الحار، وفي كلمة له عقب استقباله حكام الولايات المتحدة في البيت الأبيض قال ترامب إن هناك 12 حالة مصابة بالفيروس في البلاد والعديد منهم في حالة جيدة الآن. وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتم إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي. وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعاليات إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة. كان هذا كل ما لدينا مشاهدينا، للمزيد تابعونا دوما على extranews.tv، شكرا لكم.